يعاني العالم من خطر حصول نقص في المواد الغذائية في السوق العالمية بسبب الاضطرابات في التجارة الدولية وسلاسل الإمدادات الغذائية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد. في هذا السياق أصدر مدراء منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أصدروا بيانا مشتركا حذروا فيه من احتمال أن تتسبب الاضطرابات في التجارة الدولية وسلاسل الإمداد الغذائية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا بنقص في المواد الغذائية في السوق العالمية. حذر مدراء ثلاث منظمات دولية من خطر حصول نقص في المواد الغذائية في السوق العالمية بسبب ما يولده تفشي فيروس كورونا من اضطرابات في التجارة الدولية وسلاسل الإمدادات الغذائية. الحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا من العاصمة الإسبانية مدريد السيد عدنان الأيوبي الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الأوروبية. سيد عدنان مساء الخير وأهلا بك في هذه الجولة الإخبارية. وما الذي يمكن أن نتوقعه جراء هذه الأزمة بالنسبة للغذاء العالمي للتجارة تجارة المواد الأغذية المواد الغذائية في العالم؟ هل هناك مجتمعات متضررة ومجتمعات أخرى ربما تستنفع وتكسب من هذه الأزمة؟ يعني هذه المنظمات الدولية الرئيسية في العالم عندما تحذر من هذا الخطر يعني بأن هذا الخطر قادم لا محالة. نعم. وذلك نتيجة أمور كثيرة، إغلاق الحدود بين الدول، خاصة بين دول الاتحاد الأوروبي نفسه بالولايات المتحدة الأمريكية إلى آخره، منع السفر من دولة إلى أخرى، توقف العمل في العديد من المصانع، مصانع المواد الغذائية حتى إلى آخره، والأزمة الاقتصادية التي ممكن أن تشبه كثيرا خلال الأشهر القادمة أزمة 1928. الأمور واردة وكل شيء وارد، وهذا الفيروس غير معروف ولا نعرف النتائج التدميرية التي يأتي بها إلى البشرية. طيب إلى أي مدى سوف تتضرر الدول النامية جراء هذه الأزمة بالنسبة للأغذية والتجارة التي تصل إليها تجارة في المواد الغذائية التي تعتمد عليها الدول النامية في استيراد غذائها في هذه المجتمعات؟ هل الدول النامية سوف تكون المتضرر الأكبر من هذه الأزمة؟ يعني طبعا إذا لا أستطيع التعميم، ولكن إذا أخذنا القارة الإفريقية أو دول ما يسمى بدول العالم الثالث وهي دول نامية، طبعا فهي تفتقر إلى الكثير، تفتقر إلى القمح، تفتقر إلى الكثير من المواد الأساسية التي تستهلكها. فإضافة إلى يعني نقص المواد الغذائية وإلى المرض وإلى الحروب وإلى آخره من أمور، كل هذا خطر كبير سيكون قريبا جدا على كثير من الشعوب الإفريقية. عندما نتحدث عن الدول الإفريقية أو الدول الآسيوية أو غيرها، طبعا ليس كل الدولة ستتعرض لهذا الأمور، فهناك فئة معينة ستستفيد في داخل الدولة، وفئات الغالبية العظمى سوف تتضرر من هذا الفيروس أكان بالمرض أو الفقر أو الجوع. منظمة الغذاء الدولية أو الأغذية الدولية تقول أنه حان الوقت المزيد من التعاون الدولي فيما يتعلق بين المجتمعات المتقدمة والمجتمعات النامية عفوا في هذا الموضوع. هل يمكن أن نتوقع إجماع دولي، اتفاق دولي حول هذا أو تعاون دولي حول هذه القضية خلال مرحلة ما بعد كورونا؟ يعني هذا مبدأ أساسي لأي منظمة إنسانية لأي منظمة دولية أو إقليمية، أن يكون هناك تعاون بين الدول، ولكن الأمر يعتمد كثيرا على أصحاب القرار. فأصحاب القرار في كثير من الأمور هم يعني إن سمحت لي أن أقول لك قلائل، مئات من العائلات في العالم هي التي تتحكم في مراكز المال والأعمال والنفط والماس والمختبرات الدولية وغيرها. يعني الأمر ليس بيد الجميع. لا نستطيع أن نقول بأن موزمبيق تعادل قوات روسيا طبعاً، أو أن أنغولا تعادل قوات الولايات المتحدة الأمريكية. هذا يعتبر يعني أنا أقول السرتين يعني المقلاة هي بيد القوى الغنية والثرية، عليهم أن يتضامنوا مع البشرية، لأن الفيروس يأتي على الجميع بدون استثناء. طيب أيضا هناك تقرير من منظمة الأغذية والزراعة التابعة طبعا للأمم المتحدة يقول أن في شهر مارس الماضي انخفضت أسعار الغذاء العالمية. دعنا ننظر إلى شق إيجابي في هذا الموضوع، هل هذا موضوع هل تراه إيجابيا بالنسبة للأفراد للمجتمعات أم أنه على المدى الطويل هو مؤشر سلبي؟ يعني الأسعار عادة تعتمد على هذا النظام الليبرالي، ويسمى ليبرالي يعني الكلمة جميلة، ولكن على أي حال يعتمد على العرض والطلب. هذا شيء مخيف، لا يعتمد على حاجات البشرية من هذا الصنف أو ذاك، من تلك الأدوية أو من تلك المنتجات الزراعية والفواكه والخضار واللحوم إلى آخره. هذا الأمر خطير جدا. على أي حال يجب أن يكون هناك يعني وفاق دولي لوضع حد
أعلى للأسعار، لأسعار المواد الغذائية الأساسية، وإلا فستكون هناك يعني مجاعة كبيرة في كثير من الدول في العالم، ومن بينها دول عربية. طيب فيما بعد هذه الأزمة سيد عدنان، هل يمكن أن تتغير فلسفة التفكير الأوروبية فيما يتعلق بالصناعات الوسيطة، خصوصا ما يتعلق بالمواد الغذائية؟ بدلا من استيرادها لابد أن تزرع أو تنشأ أو تخصص مصانع داخل الدول الأوروبية الغنية لصناعة المواد الغذائية بدلا من استيرادها سواء من القارة الأفريقية أو من الدول الآسيوية وغيرها. هل الفلسفة الأوروبية سوف تتغير ما بعد هذه الأزمة؟ ربما، ولكن حتى لو فكروا بذلك هذا يعني بحاجة إلى عدة سنوات، وليس سنتين أو ثلاثة، إلى عشرات السنين حتى يغيروا طبيعة الزراعة التي توجد لديهم وحاجاتهم. يعني هذا الأمر بحاجة لوقت طويل. لهذا الأمر المهم أن يعتمد الكثيرون إلى ميثاق منظمة الأمم المتحدة، ميثاق حقوق الإنسان، ميثاق الإنسانية بشكل عام. الآن العالم قبل الفيروس يختلف عن العالم طبعا بعد الفيروس، يعني كما هو نتحدث نحن عن تاريخ ميلادي وهجري، الآن يتم التحديث عن ما قبل الفيروس كورونا وما بعد الفيروس كورونا. ما هي الأولويات التي سوف تختلف؟ ما هي الأولويات التي سوف تتغير بالنسبة للدول الأوروبية؟ يعني الأولويات الرئيسية هي بداية نشير إلى أن الإنتاج القومي المحلي كافة الدول الأوروبية كافتها ابتداء بألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية القوية سينخفض بنسبة تصل إلى حوالي 9%، وهذا يؤثر على كافة فئات المجتمع وعلى كافة نعم. القطاعات، كانت القطاع الصناعي أو الزراعي أو الخدمي. هل نموذج دولة الرفاه الأوروبية هل ضرب في مقتل بالنسبة لهذه الأزمة؟ طبعا، يعني لا نستطيع أن نتحدث عن دول عن 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 دولة الرفاه في أوروبا في ظل وقت نتحدث عن حياة أو موت. نحن أقول لك بدون مبالغة، نحن نتحدث عن حياة أو موت. أنا هنا بمدريد لدينا حوالي 6000 من الأموات بسبب الفيروس، وفي إسبانيا حوالي 16000، وحوالي 160000 من المصابين في العالم، يزيد تعدادهم إلى 1,600,000، وخلال يومين سيصل إلى مليون شخص، مليوني شخص. يعني نتحدث نحن عن الحياة والموت. على أي حال سيد عدنان الأيوبي الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الأوروبية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخلة، كنت معنا من العاصمة الإسبانية مدريد.